وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كل سنة وحضرتك طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى المسلمين يا رب. تابعنا النهاردة تبعيات ما بعد رحيل كروش. النهاردة أنهى الاتحاد المصري كرة القدم النهاردة التعاقد مع كروش بعد الإخفاقات الكثيرة اللي حصلت معاه. النهاردة الراجل جه كان جاي على أساس معين النهاردة إن هو يصعدنا كأس عالم، طبعا ما فيشناش أي حاجة من الكلام ده كله. النهاردة الراجل لعب 20 مباراة مع المنتخب المصري، كسبنا في 13 مباراة بس 13 مباراة فقط لا غير. شوف اخفاقاته مع المنتخب المصري كانت عاملة ازاي. النهاردة خروج من البطولة العربية، خروج من افريقيا في النهائي مع السنغال، عدم صعودنا كاس العالم مع السنغال، طبعا اخفاقات كلها. طبعا مش هنتكلم عن التغييرات والترتيبات اللي حصلت منه من الجهاز الفني والاداري للمنتخب المصري، لان كان في غلطات كتير قوي من الاتحاد المصري ومن اختياراته للعيبة في كل حاجة. المهم تم انتهاء التعاقد معاه بالتراضي بين الطرفين. الراجل كان عايز يكمل لحد 2026، الاتحاد المصري قال لا نقعد لحد 23 بطولة افريقيا في الكوتيفوار. الراجل ما عجبوش الكلام وكان عايز يساوي عقده بينه وبين فيريرا بين موسيماني، يقول لك شوف اللعيبه دي، شوف الناس دي، شوف تاخد كام وانا باخد كام. هو الراجل كان جاي بمبلغ بسيط، يعني الراجل فعلا كان جاي بمبلغ بسيط، بس انت في ال20 مباراه غرمت الاتحاد المصري لكرة القدم 100 مليون جنيه. 100 مليون جنيه ما استفدناش منهم بأي حاجة خالص. ما استفدناش بحاجة. أنت كنت جاي عشان محمد صلاح، المنتخب مش محمد صلاح. تمام؟ الحاجة التانية، أنت النهاردة جاي كنت بتتكلم إن إحنا هنوصل ونعمل، أنت ما وصلتش لأي حاجة. بصرف النظر أنت مدرب كبير أو صغير، أنت ما عملتش أي شيء للمنتخب. أنت ما ضفتش ليه شيء. ما ضفتناش اي شيء في المنتخب. النهارده كره هجوميه بتاعت المنتخب المصري معدومه، اطرافك معدومه، خط النص معدوم، دفاعاتك معدومه، انت اللعيبه كلها اتكسرت فيه. يعني المنتخب النهارده يعني في حاله لا يرثى. بتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه ديت يكون في حسن اختيار للمدرب ان كان مصري او ان كان اجنبي، بس يكون على قد المسؤوليه وقد القدر. النهارده احنا شفنا النهارده في بعض الناس وبعض السوشيال ميديا اتكلمت النهارده تتكلم عن شوقي غريب. شوقي غريب يا عم ما عملش حاجه. شوقي غريب النهارده في المنتخب الاولمبي ما خدش بيه حاجه. انت بتكرم شوقي غريب تحطه في المنتخب الاول؟ طب ازاي؟ ما ينفعش. وفي بعض الكلام يقول لك لا ايهاب جلال يا عم عامل ايهاب جلال؟ ايهاب جلال مع بيراميدز يعني مش هو اللي برضه يمسك المنتخب. برضه يقول لك لا في حسام حسن، بس حسام حسن عصبي هيعمل لنا مشاكل مع دوت ومع دوت ومع المنتخبات العربيه والمنتخبات الافريقيه. لا خلاص ماشي، شوف الاصلح والاقدر في الاداره الجايه في الفتره اللي جايه للمنتخب المصري. المنتخب المصري كبير، عايزين نقف جنبه ونسنده ونشوف. النهارده يوم 17 ان شاء الله هيكون بس في الاتحاد الافريقي والدولي في مباراه السنغال. طبعا انا يعني ما اعرفش، هي مش هتتعاد يعني في الاغلب هي مش هتتعاد اصلا. تمام خلاص، مباراه وانتهت وبطوله وخلصت، بنشوف الاحسن والاقدر ان شاء الله في الفتره اللي جايه. تمام، نشوف الحاجه الثانيه. طبعا بالنسبه للماتش امبارح، ماتش الاهلي والاتحاد، احنا شفنا الدنيا كانت ماشيه ازاي، وشفنا الحكم الفاجر محمود عاشور والحنفي. تمام، وشفنا الفجر اللي ما شفناهوش في حياتنا قبل كده. يعني الاهلي كان وحش اداء ولعب، وشفنا تشكيل ما كانش على قد المستوى، وشفنا اداء ما شفناهوش قبل كده في الاهلي. تمام، بس بالفجر التحكيمي اللي احنا شفناه امبارح دوت، طبعا الواحد يعني بصراحه انا يعني مش متخيل ان التحكيم في مصر يوصل بالمرحله دي. احنا وصلنا لمرحله دلوقتي انها بقت ماشيه سمك لبن تمر هندي، كلها بقت ماشيه، كلها زايده في بعض. في لجنه الحكام وجايه النهارده لجنه الانضباط، النهارده بتدي سيد عبد الحفيظ النهارده 20,000 غرامه وايقاف مباراه. الراجل ما اتكلمش، الراجل بس بيوضح لك، الراجل وضح لك ما عملش اي حاجه، هو الراجل بس كان بيوضح. الراجل بيتكلم معاك بادب وبيتكلم معاك باحترام. محمود عاشور بس شويه تنشنه وشويه في ستريس كده، في ما اعرفش كهربا زايد عنده شويه ولا ايه، ما تفهمش في ايه. محمود الحنفي هناك طبعا مبسوط في الفار. تمام، فغاضى كل يا عمي، انت شفت ضربه الجزاء واضحه وصريحه للعالم كله. انت النهارده ما حسبتش للاهلي، لو حسبت له ضربه جزاء واحده بس كان الماتش اتغير. النهارده الماتش ما اتغيرش خالص. تمام، يعني انا بصراحه انا مش فاهم هو بيتكلم. يعني محمود عاشور طلع يعني بعصبيه
مش شفناهاش قبل كده. انت ليه بتعمل كده مع الاهلي؟ ليه بتعمل كده مع الاهلي؟ ما تقوليش بقى احتواء مش احتواء. انت عندك الزمالك، شفنا الزمالك امبارح وشفنا بيراميدز بتحسب له ضربه جزاء في الدقيقه 35 بيضيعها عبد الله السعيد. يا عم يا عم راجعوا نفسكم شويه. لجنه الحكام انا ما اعرفش بصراحه مع الاهلي بتعمل كده ليه، ولا هي يعني انا مش فاهم هي عايزه تحول الدوري زي السنه اللي فاتت. احنا شفنا الدوري السنه اللي فاتت راح فين، وبرضه بالحكام برضه مش هنقول لا هي راحت بالحكام، بالحكام نرجع نقول لا ده الاهلي بيكسب بالحكام. لا الاهلي ما بيكسبش بالحكام، طول عمر الاهلي بيكسب بلاعيبته بجهازه بادارته. الاهلي فريق كبير، فريق بطولات. اه ماشي كنا اخفقنا في مباراه مش مشكله، يعني مش مشكله، مش نهايه العالم، بس عادي. ما الدنيا كلها بتخسر وبتكسب، مفيش فريق بيكسب على طول ومفيش فريق بيخسر على طول، صح ولا لا؟ تمام. ولسه برضه وما زلنا لسه احنا الاول الدوري ولينا مباراه مؤجله، ولسه الدوري طويل، الدوري طويل. احنا بنتمنى بس كل الدعم من اتحاد الكوره للنادي الاهلي والفرق المشاركه في افريقيا. تمام، احنا عندنا مباراه كلها كام يوم ان شاء الله مع الرجاء. بنتمنى بس من ربنا سبحانه وتعالى ان يوفق النادي الاهلي ويوفق اللعيبه، واللعيبه يكون على قد المستوى، وتنسى ننسى بقى خلاص صفحه ونقفلت خلاص، نقفلها ونعدي المرحله دي ونشوف نبص لافريقيا. ماتش الرجاء ماتش صعب مش سهل، ولازم نعمل نتيجه كويسه الماتش اللي جاي، بحيث ان احنا نروح المغرب تروح وانت كويس، تروح وانت عامل نتيجه كويسه. انما النهارده احنا شفنا الفريق امبارح بصراحه، لا اداء ولا تشكيل ولا خطط، مفيش خالص. يعني انا ما شفتش لعيبه الاهلي بصراحه من زمان مش فاش كده، مفيش خالص. يعني انت كله خارج نطاق الخدمه، مش هنستثنى حد بما فيهم الشناوي بصراحه، رغم انه شال كورتين. احنا ما شفناش مسعود، ده ما شفناش خالص حارس المرمى بتاع المصري خالص امبارح، ولا الاهلي كان ليه اي علامه خالص. يعني مفيش لا عرضيات ولا هات وخد، ولا مفيش خالص. فين لعب الاهلي؟ فين الوان تو؟ فين؟ مفيش، كله مس باص. لا ان شاء الله باذن الله بنتمنى ان شاء الله الماتش اللي جاي مع الرجاء يكون ماتش كويس، نعمل نتيجه كويسه ونفرح بيه الشعب المصري، لان النادي الاهلي الوحيد دلوقتي هو اللي مفرح الشعب المصري، هو اللي مفرحنا. فبتمنى وان شاء الله باذن الله ان شاء الله متفائل خير ان شاء الله، ان اللعيبه دي تكون على قد المسؤوليه وتنسى الماتش اللي فات خلاص انتهى. خلاص الماتش اللي جاي ده لا بطوله، ونشوف الدنيا تمشي ازاي. موسيماني يسيب من التصريحات الخايبه بتاعته دي، لان انا ما اعرفش كل بعد مباراه يفشل فيها يطلع بتصريحات خايبه زيه ده. طبعا دعته. اه انا راجل في حاجات كتيره مش مقتنع معاه فيها، تمام، لكن بس حسن الاختيار، انا عايزه تكون حسن الاختيار. سيبك من الصفقات الفاشله بتاعتك دي يا عم، ماشي انت شفت النهارده بيرستاو مش كويس، خلاص ما تلعبوش، ما تحرقش دم اللعيبه. ده مهما بتحرق في الملعب، يعني اللعيبه نفسها، في لعيبه مهما بتحرق في الملعب. بتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه ديت الاهلي يعدي المرحله دي ويعدي ماتش الرجاء ويعدي بكل سلامه، واللعيبه ربنا يكرمها ان شاء الله تكون على قد المسؤوليه، وربنا يكرم ان شاء الله. وكل سنه وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم.